بقت الناس، انا بدخل مثلا القاعه بلاقي في ناس انت مش هتصور فيديو النهارده؟ انت لازم تصور فيديو النهارده، ويبقوا مستنيين مني ان انا اعمل حاجه، مثلا ان انا مثلا ببقى واقف انا اللي بشوف عريس وعروسه قدامي او ما بيرقصوش، بدي رد فعل ان انا عايزهم يتنططوا ويرقصوا، فبدات ان انا اعمل حاجه كده ان انا اقف اثبت في مكاني شويه يعني ايه اقف ابرق كده ليهم. فبدا الموضوع دوت لما نزلته عجب الناس قوي لدرجه ان انا بقيت مثلا انت حركاتك بتضحك. ايوه انت والله انت عليك رياكشنات وحركات بتضحك اي حد، بتقع من الضحك. وانا لما بعمل كده بقيت بعد كده الاقي العريس يجي يقف يتصور معايا، لا العروسه تيجي تقف تتصور وعايزه تعمل الحركه دي. خالد المخرج بيقول لي هو احيانا بيبقى واقف ثابت ساكت بيضحك، ما هو هو لسه بيقول لي خالد هو بيقف كده بس تلاقي الفرح كله واقع من الضحك. بالظبط انت. هو انا بحب الحته دوت برضه، انا يعني انا بحب عادل امام جدا 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 بشكل مش طبيعي. وبحب دايما الرياكشنات بتاعته كده. ايوه فبحب ان انا احاول بقى، طبعا مش بقلد يعني، بس بحاول اعمل حاجه شبهه شويه، فلقيت ان الناس بتحب ده جدا ومبسوطه بيه، وده بقى بيفرحني ان انا اشوف الناس مبسوطه، يعني مش مجرد ان انا ابسط الفرح، لا اللي بيتفرج عليا يحس ان هو كان جزء من الفرح ده وان هو مبسوط للناس ديت. لا ده انا دلوقتي بشوف انه العريس والعروسه كمان بيندمجوا معاك، اللي هو انت هتعمل ايه يا احمد؟ الفرح كله. من جور السعيد يسعد. ايوه هي دي اكتر كلمه، يعني فكره ان انت تبقى بتنشر بهجه او بتنشر سعاده للناس، ده معنى حلو. انا مبسوط بيه قوي قوي. احنا يعني بص بندور على اي حاجه تدينا سعاده وفرفشه وطاقه، فانت موجود يعني لا 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 انا اجي فيك ايه؟ ما هو اسمك اسم على مسمى يعني. من جور السعيد يسعد. من جور السعيد يسعد فعلا، ان الواحد يعني يشوفك، وسواء هو معاك في المناسبه او بيتفرج عليك على تيك توك السوشيال ميديا ويحس ان هو مبسوط. انا يعني انا الصراحه لو منك احس ان انا تمام كده، عملت اللي عليا. انا كده تمام. بس احمد قولي، هل انت بقى ايه يعني، ده اصلا تخصصك التصوير، ولا انت لقيت نفسك كده في الكورونا درست ما درستش، ايه اللي حصل؟ لا هو انا من قبل الكورونا من زمان جدا، يعني انا في الاول كنت من صغري والدي كان مشجعني على التصوير شويه، وكان بيجيب لي الكاميرات لما كنا نجيب الكاميرا اللي هي الفيلم واروح اطبع الفيلم وكده. فكنت غاوي. انت جايب الموضوع من اول الخط. بالظبط. وكنت برضه اقعد اعمل ايديت على الفيديوز عندي على البرامج القديمه بتاعت زمان، واقعد اجيب صوري بقى وانا واقف كده واحط عليها محمد فؤاد ومش عارف ايه. الله 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 الله، ده شغل عالي. وكنت اقعد اعمل الحاجات ديت وكنت مبسوط بيها يعني. تمام. بعد كده عادي ما تخيلتش خالص ان انا هشتغل فيه. كنت بجيب كاميرا، ومثلا وانا في الجامعه كنت ايام اتحاد الطلبه والاسر الطلابيه كنت اقعد اصور فيديوهات واعمل قناه على اليوتيوب وكده، واصور مع الناس واعمل مش عارفه مذيع ومش مذيع في الجامعه وكده، فكانت الناس بتحب ده مني قوي. يعني دي اصلا هوايتك. بالظبط. انت بتحبها. مع الوقت حولتها لشغل. درست يعني، اهتميت ان انا ادرس تصوير السينما بصراحه. برافو. وبعد كده برضو اخراج، وبدات ادرس حاجات كتير اونلاين واطبق ده بقى بشكل ممارسه من زمان جدا. يعني انا خريج اصلا 2012. تمام. من قبلها وانا بصور. تمام. يعني بقالي كتير في المجال بقى تقريبا. بقى ده بقى بالدراسه. بالزبط. يعني بالزبط. حاولت ان انت تبقى بالموضوع بروفيشنال اكيد يعني. عشان الناس مستنيه منك انك تبقى فاهم، وده برضو يعني فادني كتير في شغلي، انه مبقاش الموضوع مجرد ان انا بصور الحاجه وخلاص، لا انت في ستوري بتحكيها. يعني مش مجرد ان انا بروح الفرح ارقص واهزر، لا احنا بنصور وبنبسط الناس ونفرحها، وفي نفس الوقت بنديها ذكرى حلوه لما يشوفوا الفيديو بعد سنين كتير جدا يحسوا ان هم فرحانين، يحسوا ان هم مبسوطين. بقى طيب يعني احنا لسه كنت بقول إيه وبتكلم معاك حتى انه كان اهتمامنا صور جدا. دلوقتي احنا شتتنا، احنا تهنا نتصور صور فيديو، بس تصوير اللحظه وانك انت ترصد اللحظه الحلوه وتبقى مركز جدا، ده بقى مهم. بقى عندنا دلوقتي فيرست لوك، وبقى عندنا لحظه ما الجرب بيوصل والرياكشن، ولحظه ما الميك اب بيخلص والرياكشن والحاجات الطبيعيه دي. انت يعني احكي لي ايه اللي طرق جديد دلوقتي في المناسبات؟ احنا في الاول فعلا كان الموضوع عباره عن صور. تمام. احنا في الفكره انك تعمل فيديو للفرح، كنا زمان نتفرج دايما على الفيديو في البيت اللي هو الساعتين والثلاث ساعات، بيبقى برضو خاص بالقاعه اكتر. فبقى مع الوقت ومع الزمن ما عادش حد بيقدر يتفرج على المده دي كلها، بتفضل ذكرى حلوه. ده اكبر من القاعه. بالظبط. بالظبط. بنصوره بيبقى ايه؟ احنا بنقعد من اول اليوم لاخر اليوم نصور فيهم عشان نعمل خمس دقائق.